اللايف ده علشان السر بتاع المقابض بتاعت الكافي كورنر بتاعت امبارح. الناس بتقول انتي جايبه المقابض دي منين؟ انا هقول لكم السر بقى. ازيك يا منى؟ الصوت واضح وكده عشان ابدا بس اوريها لكم بسرعه كده. بشرب اي نسوان النهارده مش شيء. ازيكي هبة؟ شيمو وحشتيني قوي. انا عايزه بس اوريكم المقابض دي كانت اتعملت ازاي. انا عايزه اطلع بس اكتر من شكل. طيب بصوا، اي بوكس او اي كافي كورنر او اي حاجه بتيجي مع معاها المقابض دي، تمام؟ يبقى المقابض ده انا المنشار قطعت الجزء اللي فوق ده، الراس دي قطعتها وخليته فلات كده، تمام؟ وبعدين بقى بختار الشكل اللي انا عايزاه. يعني ده كده بتاع امبارح انا لزقته فيه من هنا من الظهر كده، لزقته فيه وبقى ده كده المقبض بتاع الكافي كورنر وركبته فيها. البونبونيره برضو اللي انا لسه عاملاها، بصوا اهو، قطعت المقبض من فوق ورحت مركبه له الورده. بس لازم يتقطع، يعني المقبض لازم يتقطع من فوق كده يبقى فلات كده علشان اقدر الزق فيه الشكل اللي انا عاوزاه، تمام؟ استنى بقى اخش لتحت كده. تمام، ده شكلهم بعد ما اتقطع اهو. ودي بقى يعني اكيد كلكم عندكم اشكال صغنونه من الحاجات دي كلها. يعني ده مثلا الماسك الصغير ده ممكن يتحط كده يتلزق كده هنا ويبقى المقبض بمنشار عادي. تتقطع بس الجزء الكيرفي اللي فوق ده، هو اصلا جالي ان هو متركب، يعني هنا هو هنا في ملحوم، هنا في لحام ليه، من مكان اللحام ده يتشال الراس دي خالص وبعدين يتلزق باي شكل. دي كده اهي، تمام. ودي زي ما قلت بتاعت امبارح اهي، تمام. ودي اهي، ده الشكل التاني ده اهو، يتحط كده. اي اشكال بقى موجوده تتعمل كده اهو. الملاك مثلا، الاشكال الصغيره دي مفيش اكتر منها، يعني كل الاشكال الصغيره دي موجوده عندنا كلنا، سواء بقى عجينه سيراميك، سواء بنيستر، سواء اي حاجه معمول بيها الشكل يتلزق. بس الفكره بقى ان هو ازاي يتلزق ويبقى ماسك جامد قوي علشان واحنا بنشد ما نلاقيهوش طالع معانا. بصوا الغيره
البانتا الاحمر ده، الغيرة البانتا الاحمر ده رهيب. هو بياخد وقت لما بينشف. هو اصلا لونه من جوه مش ابيض، يعني هو لونه من جوه اصفر. لما بينشف ما بيبقاش شفاف، لما بينشف بيعمل اصفر. فاحنا واحنا بنحط هنحط على قد المكان بالظبط علشان ما يطلعش بره، وبعدين يدينا بقعه صفرة، عشان هيعمل بقعه صفرة كده في يعني حواليها، فيا اما تتلزق في الاول خالص، يا اما لما تتزق خلي بالك ان ما يبقاش فيه زيادات. اوكي انا هاخد حته كده وهستخدم معاه يا اما ده يا اما اللزق التركي اللي هو الخطوتين، اي حاجه من الاثنين. بس هاخد بقى في المكان اللي انا ما حطيتش فيه غيره، يعني ما حطيتش غيره في المكان كله، الاماكن اللي انا ما حطيتش فيها غيره هي اللي هحط فيها السوبر جلو او الصاروخ ده كده. هبدا بقى اخد الشكل. بيلزق احسن كتير من الاخضر، قوي جدا. انا مش عارفه انتوا شايفين كويس ولا لا، لو مش شايفين كويس بس قولوا لي. يبقى عامل كده. ممكن اجي انا بقى يعني زياده تاكيد، هاخد شويه منه. وهقفل بقى ايه في الداير كله بيه واسيبه ينشف، وبياخد وقت شويه على ما ينشف. ولازق كويس قوي. كده بقى مش هيبقى عندنا مشكلة في موضوع، اصلا بصراحة كمان مش بحب شكل المقبض الخشب ده، بحس ان هو بيقلل قوي من شكل الحاجة، يعني ساعات بتحسي ان عايزة تحطي مقبض كده شكله مختلف او كده، فده هيبقى ماشي، ده هيبقى ماشي مع اي شغل او مع اي حاجه، حاجات انتوا حاطينها يبقى ده زيهم. وهسيبه كده بقى اقلبه على وشه كده واسيبه ينشف على وشه كده. هو بس مش هينشف بسرعه، هياخد وقت شويه. نستخدم بقى ده، بس انا ما بحبش ريحته. ازيك يا بوسي؟ حاضر يا حبيبتي، هسيبه. ميرسي يا ايمان، تسلمي. فين ده واحد تاني؟ هو ده بتاع امبارح بقى، كان معمول كده. طبعا المقابض الشرقي دي بقى مش موجوده خالص. وفي دي كمان هتطلع حلوه قوي. هم عشان مش متلونين فشكلهم مش باين. خلينا ناخد ده. بس ده المقبض ارقام. طيب هنا الشكل ده صغير، فلما اجي احطه كده هيبقى باين الخشب هيبقى باين. ففي الحالة دي انا هضطر اقطع منين بقى؟ لما يبقى الشكل صغير انا هضطر اقطع من ورا، من الحتة اللي ورا خالص دي. هفصل بقى الراس دي كلها لو الشكل صغير، عشان لما اجي احطه ما يبقاش باين من هنا كده، الخشب هيبقى باين، هيبقى شكله مش حلو، هيبقى باين ان هو يعني ملزوق كده. ازيك يا مايو؟ يا وانتي كمان والله.
نلزقه بقى بالايه؟ في الساعة دي برضو، وفي الأسد، الأسد ده اهو حلو ده. خلينا بقى نستخدم، هستخدم برضو الغيرة، يعني حتى لو مع اللزق السريع ده أنا هستخدم برضو الغيرة. اللي ما عندوش منشار بقى يشتري منشار. حط بس حتة صغيرة عشان اسيب مسافة للايه، للزق التاني. تمام، هاخد بقى المصلب ده حطه في الأماكن اللي حواليه برضو، مش عليه. حواليه كده، وهرش السبراي على دي. يعني أنا هنا خلاص حطيت السائل مع الغيرة، السبراي بقى هرشه على التانية. مرشوش فوقيه علشان هيمسك على طول. مشكلته ريحته. تمام اهو كده، هاخدها احطها بقى ايه في النص بالظبط. ولازم اضغط جامد قوي 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 قوي. كده وهياخد تاني برضو منه من الغيرة، وهحطه فين؟ من ورا. هو بس في الاخر النتيجة ان هو ما بيبقاش شفاف، هو بيبقى اصفر. فخلوا بالكم ان يا اما تبقى في الاول خالص وانتوا لسه هتلونوا، يا اما لو في الاخر يبقى ايه بالراحة. وامسح كل الزيادة دي، ولو في فراغات بقى في الاخر ممكن تتعمل بالمعجون. قولوا لي رايكم بقى. ده كده الشكلين. يا جماعه التفاصيل الصغيره دي، والله دايما اقول لكم اهتموا بالتفاصيل الصغيره اكتر من الحاجات الكبيره. وهيمسك كويس قوي. قبل الاستخدام بقى ممكن ندي معجون عادي من ورا، نقفل بينهم ونخلي الشكل كل واحد عشان ما يبقاش فيه فراغات ولا اي حاجه، هيبقى شكلهم لطيف قوي. ده سر المقابض المولويه للناس كلها. بتقولي انت جايبه المقابض منين والمقابض دي عندك؟ قلت لهم يا جماعه استغلكوا بقى، اقول لكم ايوه هي عندي. يعني الاسد ده لو اتلزق لوحده البتاع دي كده مش هتبان، هتلزق على الدرج او على المكان اللي هي محطوطه فيه، لكن طول ما في مسافه بين المقبض وبينها هيبان شكله. تسلمي يا ميويا. اهو ده سر المقابض، جربوها بقى وقولوا لي. اي بقى اشكال زي ما قلنا، اشكال كتيره بقى تتعمل بنفس الفكره. اقول لكم تاني بس ان الاشكال الصغيره هنقطعها منين؟ هنقطعها بقى، نشيل الراس دي خالص مش عايزينها عشان الجزء السقوط. بس في نفس الوقت بقى مش نقطعها انها تبقى رفيعه ما تمسكش في حاجه، لا نسيب بس ليها حمل شويه علشان ينفع نلزق عليه. يعني
قولولي بقى حد عاوز يسأل على حاجة بالمرة. بس بقى بيبهدل الايد قوي ده، والسوبر جلو برضو بيبهدل الايد قوي، بس ماشي مش مهم. نقفلهم بقى. حد عايز يسأل على اي حاجة؟ اي حاجة مش مفهومة سيبهم بس ينشفوا كويس اهو ويتلونوا، شكلهم هيبقى تحفة جدا. بس ما تحاولوش بقى تلزقوا عليه على طول، لو لزقتوا على الكيرف على طول هتلاقوا البتاع قالب كده شكله مش لذيذ يعني. بس ميرسي يا داليا. ده بقى اشياء مش هيتقطع بسهولة قوي يا هبه برضو يعني. لو مش عارفة تقطعيه خلي حد بقى يقطعهولك، او ممكن توديهم لنجار يقطعهم لك. انتوا عارفين احنا في شغلنا مفيش اي حاجة سهلة يعني، كلها متعبة، بس طبعا بتفرحوا بالنتيجة في الاخر. صورت كل الفيديوهات للقطع اللي اتبعتتلي ومنها البونبونيرة دي، هنزل الفيديو بتاعها. للناس اللي بعتتلي القطع المختلفة اللي مش لاقين لها افكار تمام، فانا صورت جزء كبير يعني، صورت هاي 4 أو 5 فيديوهات هينزلوا الفترة اللي جاية. بس كان في بقى حاجات فنية صغيرة فدي مش هينفع اعملها فيديو يعني، فهعمل لها لايف يعني. كل حاجة من الحاجات الصغيرة كده الفنيات الصغيرة دي هعمل لها لايف، يبقى اسهل واسرع من الفيديو. لكن القطع اللي يعني للناس بعتتها لي، وفي قطع انا اخترتها البونبونيرة دي كنت انا مختاراها لانها كنت بتتباع ناس كتير قوي وبرده مش متخيلينها في حاجة. بس فانا هعملهم، عملتهم فيديوهات هنزلها اللي هي القطعة عمايلها كلها من اولها لاخرها عشان تطلع بشكل نهائي يعني، عشان في ناس كتيرة ما عندهاش فعلا القدرة انها تتخيل القطعة دي تتعمل ازاي. الحاجات الصغيرة هعملها في لايف يعني، اي حاجة بقى صغيرة واقفة مع حد في اي حاجة. طبعا الناس كان عندها مشاكل في موضوع اللزق ده، فاللزق ده احنا عملنا له فيديوهات كتير قوي يعني، بس في كل فيديو عاملاه بعيد تاني النقطة بتاعة اللزق، النقطة بتاعة لزق الورق تمام. في ايه كمان مش فاكرة بقى. ازيك يا اميرة، احنا كنا بنعمل مقابض، المقبض المولوية بتاع الكافي كورنر اهو. بس كده اي حاجة بقى يعني عايزين تعرفوها او اي حاجة واقفة مع اي حد ابعتوها لي،
وانا هعملها فيديو يعني بناء على طلب ناس كتيره بعد الفيديو بتاع الكاليندر، لان هما ما كانوش عارفين. كان يجي لي كذا حد يقول لي هي ايه دي، اقول لهم دي نتيجه. طب دي بتشتغل ازاي؟ طب دي بتتعمل ازاي؟ فلقيت بقى ان فعلا في كذا حاجه بنفس الطريقه دي. برضو وحشتيني يا لولو. تمام. خلاص كده جربوا بقى موضوع المقابض ده، بس ارجوكوا الزقوها كويس عشان محدش يدي ايدي عليا لما يجي يطلع في ايدك كده، ما تقوليش مي مي عملته. تمام. هو بس لازم يتلزق كويس كده وتفضلي ماسكاه شويه، ممكن بالتيب الاصفر تشديه عليه جامد كده لغايه لما يمسك كله، وفي الاخر خالص بقى ياخد شويه معجون كده ويتلون، هيبقى حلو جدا. او يعني الماسك الصغير ده لطيف لطيف لطيف. بس جربوهم بقى، سيبهم انا لو وشهم ينشفوا وبينشف تاني يوم، يعني ما تبقيش مستعجله لما تيجي تشتغلي فيه. اي سؤال؟ اي هبه طبعا لازم هو اللي يتولى الحاجات دي. يلا باي باي. باي فروحه، وحشتيني والله خالص. دول بوليستر يا أميرة أو عجينة سيراميك أو أي حاجة عادي، يعني أي شكل أي شكل عندك. أقفل بقى ولا إيه؟ عايزة أروح. يلا باي باي.